الان نحط السكر بمقدار معلقه لانه هذه الشرابه صغيره. كمل لها هذه شويه ميه وحركها. يلا روح كمل عليها شويه ميه وحركها. يلا جدع. طبعا خلينا نحط لهم الطعام تبعهم. طبعا هذا يا اخوان علف تسمين 22 بادي. بيحكوا بادي. ليش بيحكوا له بادي؟ لانه بكون من اول المرحله البدايه، اول اللي هو يوم ل 30 يوم. وفي علف النامي، العلف النامي من الشهر واطلع. طبعا هاي الكتاكيت ما شاء الله لسه صغار. بسم الله. طبعا زي ما شايفين هنستقبلهم على المية وسكر. طبعا يا اخوان انا بستقبل اللي هو الكتاكيت عندي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، اما السنة هذه يعني هاي اول فقس. تعالوا اقول لكم، قربوا تخافوش، قربوا. زمان عن استقبال الكتاكيت، يعني زمان ما عملنا استقبال، فخلنا نروح نشوف استقبال هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان حنعمل استقبال للكتاكيت اللي فقسوا، تقريبا صاروا 7 كتاكيت. خلنا نروح نشوفهم نتعرف عليهم ونشوف كم واحدة دجاج بلدي اولاد ابو عكفة، وكم واحدة من الدجاج شمشوم، الدجاج الخليط ما بين السلكي والقطني، وحنشوف كمان الدجاج القطني اللي عندي الاصلي او الاصيل او السلالة النقية. وكمان اشي ثاني حنلف على كل الطيور ونطعميها اكل موفر، وحنوفر في الطعام تبعنا زي ما عودناكم في المزرعة. وان شاء الله يا اخوان حتستمتعوا معنا. فبس زي ما تعودنا، اربط حزمة الامانة وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفاقبة زي اللي يصير كل جديد. وخلنا نروح وليس جو. طبعا يا اخوان اليوم ان شاء الله هنستقبل كتاكيت الدجاج الهجين ما بين السلكي والدجاج القطني. طبعا يا اخوان لازم انا اكون عامل هذا الفيديو قبل اسبوع، ولكن على اساس انه في اختلاف في التصوير زي ما شرحت لكم قبل هيك، انه انا بصور كذا فيديو في اليوم. فزي ما شايفين في الفترة الاخيرة جبنا اللي هو الدجاج، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تمام يا اخوان زي ما شايفين هذا هو الدجاج الامريكي، الا وهو القطني الصافي او الاصلي زي ما شايفين. بسم الله ما شاء الله. وفي عنا قبل هيك جبنا الدجاج الكوشين مع التهجين الامريكي، هذا هو زي ما شايفين. طبعا كلكم عارفين انه في انثى كانت راقده وفقست والثانيه رقدت وراها والى ذلك. اليوم بدنا نستقبل اللي هو الكتاكيت يا اخوان تبعونها. طبعا هذا البيض اللي تحتيه حطيت كل البيض اللي كان تحت هذيك. فخلنا نروح نشوف الدجاجة هذه وكيف بدنا نستقبلها. طبعا يا اخوان تحتيها تقريبا 7 كتاكيت. هذا بيض السمان ما الكم فيه، كان السمان هان نقلناه حطيناه تحت لانه بوسخ كثير، بوسخ وهيك. طيب كيف بدنا نستقبل؟ معانا هان ميه وسكر. افتح لي هذه يا ادم. يلا يا بابا. بابا اعطس غاد، غاد اعطس. روح يا بابا اعطس غاد. طبعا نحط السكر بمقدار معلقه لانه هذه الشرابه صغيره. كمل لها هذه شويه ميه وحركها. يلا روح كمل عليها شويه ميه وحركها. يلا يا جدع. طبعا خلينا نحط لهم الطعام تبعهم. طبعا هذا يا اخوان علف تسمين 22 بادي. بيحكوا بادي. ليش بيحكوا له بادي؟ لانه بكون من اول المرحله البدايه، اول اللي هو يوم ل 30 يوم. وفي علف النامي، العلف النامي من الشهر واطلع. كل ما كبر اللي هو الكتكوت بيجيله اللي هو علف خاص لإله. طبعا هذا تركيز زي ما قلت لكم 22%. خلنا نحطه هان وننزل اللي هو الكتاكيت والام هذه. بسم الله. طبعا هاي الكتاكيت ما شاء الله لسه صغار.
السنين يعني. طبعا زي ما شايفين هنستقبلهم على المية وسكر. طبعا يا اخوان انا بستقبل اللي هو الكتاكيت عندي السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، اما السنة هذه يعني هاي اول فقس. حطها يا بابا يلا بسم الله. هيك؟ اه. فحنستقبلهم على المية والسكر والعلف البادي. فزي ما قلت لكم يا اخوان اذا ما فيش عندكم سكر او اذا ما فيش عندكم عسل، وما فيش بيت ما فيش فيه الا سكر يعني سكر وعسل وهيك، بامكانك تستخدم اللي هو الشيء الثاني الا وهو معالج الجفاف او محلول جفاف، معالج الجفاف بشري. وبتقدر انه انت يعني تستقبلهم على الكلام هذا، لسه صغار صراحه. وطبعا انتوا هلقيت حتى يعني هتقولوا انت كيف لك تقريبا اسبوعين يعني مفقسين وجايين بعد اسبوعين. لا يا اخوان الفيديوهات اللي نزلت لكم تقريبا يعني نزلت في الاسبوع الماضي واللي فات، انا كنت مصورها كلها في يوم واحد، فعشان هيك يعني هدول تقريبا عمرهم يومين او يوم او يومين او ثلاثة ايام، فحتستغربوا انه انتم شفتوهم فقسوا قبل اسبوع. فهو التصوير اللي بيلعب دور، لما اصور خمسة او ستة او اربع فيديوهات بيلعب دور معاكو انه انتو تشوفوا الكتكوت زي ما هو ما حصل له اشي، على اساس انه انا بكتر مواضيع عندي، موضوع عن البيت، موضوع عن الحمام، موضوع. فهذه كل القصة. تمام، بعد ما استقبلناهم خلنا نروح نطعمي كل طيورنا الوجبة اللي هو النصفية من اليوم. طبعا امس ادينا كل هو الوجبة الصباحية، حطينا لهم تقريبا عدس ورز نيء، وحطينا كمان عيش ناشف على مية، وحطينا تقريبا رز مطبوخ كمان، يعني فوق الرز النيء رز مطبوخ، وقدمنا لكل الطيور تبعتنا كفطور صباحي واكلوا منه. حاليا معانا ادم، خد ضبلي هذا عشان نخليه بس خص نص للطيور، ما كترت لانه ما فيش عندي الا كتاكيت صغيرة، وهذا خلي لي اياه لانه الشرابة صغيرة، حنحط مقدار اسبوع، حنضلنا نحط لهم لمدة اسبوع. تمام، هان معانا النخالة يا اخوان، وحنحط عليها يعني كمية محترمة من الحبوب. بابا افتح لي، تعال افتح لي هذا، هتلاقي فيه علف. هات لي الكربالة، عبي لي اياها، عبي لي اياها للاخر. تمام يا اخوان حنروح نطعم اللي هو كل الطيور تبعتنا في البيوت. طبعا هدول الحمام انا مش هحط لهم الكلام هذا، بس هذا الكلام للبط والدجاج. يلا حطها، حط لي كمان واحدة عليها. يلا روح روح توكل على الله. طبعا زي ما تكلمنا في الفيديوهات اللي قبل انه هذه الخلطة موفرة وبتمد معك، بتمد بمقدار تقريبا زيادة على العلف تبعك تقريبا 2 كيلو، من 2 كيلو ل 2 كيلو ونص. هات انا بحرك، حرك يلا. هات نحط احنا للطيور تبعتنا. اسمع اسمع، روح عبي لي اياها عشان احط للطيور. روح، شايفين بدهم ياكلوا. تعال امسك هذا وخليك واقف لي. يلا بسم الله بسم الله. انت بدك تاكلي، انت بدك تاكلي يا طويلة العمر. رجعهم رجعهم، وهات خلينا اتمالك، اضغط عليه. ايوه هيك جدع. تمام حنحط لهم الطعام. هات هات كمان، هات كمان، هات كمان، هات كمان. خلنا نطلعها هان ولما ياكلوا خلص رجعها، بس رجعها هالقيت. هات الطعم الزوجي الاخر. هات. بسم الله. هات هات اشوف. هات خلاص هلقيتك تحت. استنى خلنا اطلعه اول شيء، خلنا اطلعه يا بابا. بسم الله. مين في؟ خلهم ياكلوا. هات اشوف يا حبيبي. ايش في يا بابا؟ مالك يا حبيبي؟ هلقيت الفيلم، الفر مع الدجاج. سيبه، سكر لي، تعالي بواب. يلا سكر لي بواب. طبعا طعمينا الزوجين النفاخ، خلنا نطعمي الزوج الثالث من الجزء الرابع من
الملطيسي هذا. هات لي اياها. هات بس هات. بسم الله. يابا. امسك. خلها معك، خلها معك. خلنا ننزلهم ياكلوا. انزل يا حج. انزل يا مرموحة، مرموحة انزلي. طيب لقيت من طعمي. تمام يا اخوان، بعد ما طعمينا اللي هو الازواج اللي في الاقفاص، خلنا نطعم الازواج اللي في الاقفاص الثانية. يابا انت وسخت حالك حبيبي. ابعد عن بلوزك يا اخي لا تشوفك امك. هات. لكن قتلته. ما هي حتقتله لسه ما قتلتهوش. لكن ضخت البيض. خذ حط لي من غاد، حط لي من غاد. يلا يا بابا. تمام يا اخوان، زي ما شايفين بدينا ان احنا نحط له الطيور الثانيه في القفص. بابا نعم. اه هيك منيح، بس خلص يلا روح غسل ايدك وتعال. وقعته على الارض خلص. تعال يا مدام افتح لي القفص اللي تحت. طعم الحمام الساكسونيه والحمام الفريش او العملاق زي ما شايفين. ما شاء الله. وهذا الزوج راقدة اللي هو زوجته وهانزا غليله. ما شاء الله. بابا سكر لي الابواب. اكل ارنوبة. يلا سكر سكر الابواب سكر. ايش يا امير؟ ايش حبيبي؟ تعال اقعد على الكرسي. ايش قلبي؟ خلنا نحط لهذول الطيور ونطعميهم. هات لي اياهم. يلا هات لي اياهم. يلا هاتهم 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 يا بابا هاتهم. بسم الله. يلا هات حطهم. يلا يا بابا. هوب 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 هوب. انا سريع. يلا يا بابا. عشان شوية حول. طبعا طلعتهم هيك يتشمس شوية. خلنا نحطهم لجوا. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام يا إخوان، اللي استغرب إنه هدول يعني لحمهم أسود. ها هاي كمان مرة بفرجيكو لحمه أسود يا إخوان. شايفين أسود. هو بنحضر من عائلة الدجاجيات اللامبرجيني يا إخوان. تمام، بعد ما طعمينا القفص هذا والقفص هذا واستقبلنا اللي هو الكتاكيت، خلنا نروح نطعمي طيور المزرعة. قفص قفص وزنقة زنقة وبيت بيت وحارة حارة. هنحط كمية محترمة للبط. خذ حط لي هذا للبط. يلا يا بابا حطه للبط. ماشي يلا روح حطه للبط. وين الأكل؟ استنى 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 تحطش على الأرض. استنى في أكالة لإلهم. وين أكلتهم هدول؟ تحطش. لا بدناش نحطها على الأرض. وينها؟ لا هذه. بابا تعال بدي إياك. تعال تعال بدي اياك بس. تعال يا بابا. تعال يا حبيبي. تعال يا عمري. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هذا اقسم لي اياه بين هذا وبين هذا. يلا يا شباب. لا مش من هنا، في الاكاله. هي الاكاله تبعته. تعال 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 يا حبيبي. هي الاكاله تبعته. حط له نص نص الاكل وهات النص الثاني للديك. والديك برضه حط له اياه في الاكاله تبعته. هي بالصينيه. روح سكر الباب. يلا يا بابا قبل ما نروح نشوف اكال البط. تمام خلنا نحط لهم في هذه. ليش لا؟ خلنا نحط لهم فيها. تعال يا بابا تعال تعال اسمع. خذ حط لي هذا للبط. يلا كمية محترمة. تفضل حطه وسكر لي الباب عليه. يلا يا بابا جدع. يلا حبيبي يلا سكر الباب واطلع. يلا تمام يا اخوان، خلنا نروح نشوف. هيك 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 وسخت حالك. هيك هيك على فكرة انا وسختك بس مش بقصدي يا بابا. تعال يا ادم. ادم حط لي هدول للدجاج البياض. هي شوف شوف هي الصينية تبعته. هان الصينية تبعته. هان هاي الصينية الأكالة تبعته. هذه هي شفتها.
شفت الأكالة؟ يلا حطها. آدم 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 تعال. والله العظيم أنت عدك. تعال امسك، افتح ايدك افتح ايدك افتح افتح. يلا حط لي هدول للدجاج، الدجاجة والديك. اوعى شوف، حطها في الأكالة. ايوه جدع، خذ هذه كمان عليها. يلا اطلع شوف. هي هذه هيك هيك، بس الديك اللي حياكل، الدجاجة يعني بس بتفطر. هات اشوف هذا اللامبرجيني، استنى احط عليهم كمان حبة، هات كمان حبة صغيرة. خلص يلا امسك، تمسحش فيه يا حبيبي. ايش بتسوي انت؟ ايه بتمرض قاعد بندورة؟ سيبها 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 سيبها. حط لي هذا، خذ حط لي اياه هذا لل، لا بدنا ناخذ لل، شو اسمه؟ تعال افتح لي القفص تبعونا. استنى طيب، هيهم تبعونا، جيب لي اياهم. حلوات، يلا سكر. هات نشوف ايش نشوف. يلا نشوف طعم اللامبرجيني. يلا هو عشوف يا جماعه، استنى طيب خلي، عشان في سمان غاد. استنى ابعد. طب تعال سكر الباب يا جماعة، يا جماعة تعال سكر الباب. جماعة استنى يا جماعة، هات حبة لل، هات حبة، هات كمان حبة عليهم. يلا حط الباقي لسمانك مش لإلي. لسم، والله لو إنه أنت اللي دافع حقه يا ابن الحلال، حط شوية يا ابن الحلال، عدي ضربتك. خلص خلص خلص، خلي الطاووس ولا خلي الطاووس. يلا حطوا للطاووس. يا حرام الطاووس هذا قد. طب اسمع، حط له روح حبه علف عليه. حط له حبه هيك محترمه. ها خلي اروح انا اطعمي السمان الصغير. حط كمان شويه عليه عشان نطعمي كمان هذا. ما عملناش حساب كتاكيت ادم. خلينا نطعمي اللي هو هذول. بسم الله. هات هات شوف، هات شوية. ما طلعش الفرشة. يلا روح حطوا لحارس وحارسة والحمامات كوجبة نصفية. وخلنا نحطنا هذول. ليش هذول فيش عندهم أكالة يا حبيبي؟ خايفني أكل فحيتها. روح جيب لهم أكالة وسكر الباب. تمام يا إخوان، بعد ما طعمينا اللي هو الطاووس راكن والحمام اللي هنا هجين الفريش، لسه ما تزاوج لحتى الان ما تزاوج، والطاووس يعني ها بدا يخطئ خطواته الاولى. ايدك وسخه، ايدك وسخه، تخبطش على ظهره وقولي تعال شوف ايش اشوف. عيب يا بابا، عيب عيب تخبط شباك الناس، عيب. تمام تمام يا اخوان، زي ما شفتوا في الفيديو طعمينا كل طيورنا في المزرعة، واستقبلنا اللي هو الكتاكيت، وشفنا اللي هو طيورنا باكملها، وطلعنا معاكم انبسطنا، وانبسطنا مع ادم وامير. وبس بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلكم كل جديد. حبايبي اطمرش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكثروا من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.